ولمزيد من التحليل عن القمة المصرية الأردنية التي عقدت صباح اليوم، معنا عبر الهاتف الأستاذ أحمد أيوب، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة المصور. بعد التحية، يعني كيف ترى مخرجات القمة المصرية الأردنية التي عقدت صباح اليوم؟ وكان من أهم مخرجاتها الرفض التام للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء أو إلى الأردن، والتصعيد في قطاع غزة بشكل عسكري. يعني مخرجات القمة المهمة التي عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني هي تأكيد على الثوابت المصرية الأردنية في هذه القضية، التي تتمثل أولا في الرفض التام لأي تهجير قسري أو محاولة إخراج الفلسطينيين من أرضهم، وهذا معناه الإصرار المصري والأردني على عدم تصفية القضية الفلسطينية والوقوف ضد هذا المخطط بكل قوة. رقم اثنين، الإيقاف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي الذي يتجاوز كل القيم والمبادئ الإنسانية ويتجاوز كل القوانين والأعراف الدولية، ويجب أن يتحمل العالم والمؤسسات الدولية مسؤوليتها في أن تقف موقف جاد في هذا الأمر لوقف العدوان الإسرائيلي. رقم ثلاثة، المطالبة بالدخول السريع للمساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية لأبناء غزة لدعمهم في ومواجهة حالة المعاناة التي يواجهونها بسبب هذا العدوان الإسرائيلي. رقم أربعة هو التحرك السريع من العالم من أجل الوصول إلى الحل السلمي، وأن هذا هو الحل الوحيد للصراع. إذا لم يحصل الأشقاء الفلسطينيين على حقهم المشروع في دولتهم كاملة السيادة والحدود، لن يتحقق السلام على الإطلاق، وسوف يظل الصراع مستمر، وهذا يؤدي بالتأكيد إلى استمرار الفوضى وعدم وجود أي استقرار في المنطقة، وبالتالي يتأثر العالم كله. هذه هي الثوابت التي أكدت عليها القمة المهمة اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه وأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله. وبالتالي هذه رسالة جديدة تخرج من القاهرة إلى العالم بأن هذه هي الثوابت التي يجب أن يتم التحرك بناء عليها في القضية الفلسطينية وفي وقف هذا العدوان الإسرائيلي البشري. يعني بالفعل القبضة الأمنية لن تضمن الأمان في المنطقة. يعني بيان القمة أيضا شدد على ضرورة استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح البري على نحو مستدام، بالرغم من أن دخول المساعدات سوف يكون عبر 20 شاحنة كشكل أولي. كيف تقرأ ذلك؟ خليني أقول لحضرتك أنه فيما يتعلق بالمساعدات، وكالعادة هناك بعض المغالطات والأكاذيب والإفتراءات التي لجأ إليها الجانب الإسرائيلي ولجأت إليها بعض مصادر وسائل الإعلام المنحازة للرواية الإسرائيلية الكاذبة. بالنسبة للمساعدات، مصر منذ اللحظة الأولى لوقوع أو نشوب الحرب وتعرض أشقائنا في غزة لهذا الاعتداء الغاشم، كان هناك تكليف رئاسيا للتحالف الوطني أو التحالف الأهلي للجماعات الأهلية بالتحرك لتجهيز أكبر قافلة، وبالفعل تم تجهيزها. اثنين، خصصت مطار العريش لاستقبال كل المساعدات التي تأتي من أي دول في العالم، وبالفعل استقبل مطار العريش طائرات بمساعدات من عديد من الدول. رقم ثلاثة، حركت هذه المساعدات بتكليف من الدولة المصرية إلى أن تكون على باب على 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 معبر رفح، وهي الآن موجودة بالفعل معبر رفح منذ أيام تنتظر وتوفير الممر الآمن. إذا مصر جهزت المساعدات وفتحت مطار العريش لاستقبال هذه المساعدات، وهي الآن موجودة على معبر رفح بالفعل. وشباب الاتحاد الأهلي التنموي فتحوا اعتصام اليوم لعبور هذه الشاحنات في أقرب وأسرع وقت. أنا جاي لحضرتك في الكلام. إذا المساعدات أكثر من 106 شاحنة مصرية تحمل مئات آلاف الأصنام من المساعدات المتنوعة طبية ولوجستية وغذائية، ومعها أيضا مساعدات جاءت من دول عديدة على بوابة معبر رفح المصري المفتوح، لكن تنتظر لأن مصر لم تغلق معبر رفح،
إنما الذي أغلق معبره أو المعبر الفلسطيني والذي يمنع دخول المساعدات هو العدوان الإسرائيلي وعدم توفير ممر آمن. وبالتالي النهاردة حصل من أولا من المتطوعين المصريين المرافقين لقوافل المساعدات وأيضا من عدة دول قاموا باعتصام والتنديد بالعدوان الإسرائيلي وبرفض إسرائيل توفير الممر الآمن. بالأمس كان الاتصال من الرئيس الأمريكي بايدن بالاستجابة وأنه هيتم دخول كمرحلة أولى 20 شاحنة. وهنا يجب أن نعود مرة أخرى إلى القرار المصري بأنه معبر رفح إذا لم تدخل المساعدات فما فيش حد هيخرج بالمقابل من أي رعاية أجانب، لأنه في النهاية ما ينفعش أبدا أمنع المساعدات الإنسانية عن شعب بيعاني وأقول للرعاية الأجانب اتفضلوا وأنتوا اخرجوا، لا. وبالتالي كان الموقف المصري واضحا وحاتما وقاطعا ومعبرا عن الرأي العام الشعبي المصري ومعبرا عن الدولة المصرية بقوتها وبانحيازها الكامل وبمساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني. وكانت الاستجابة أيا كان مستوى الاستجابة، كانت الاستجابة بعد هذا الضغط المصري أنه أبلغ الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي بايدن الرئيس السيسي بالأمس أن هناك إسرائيل سوف تتوفر ممر آمن كمرحلة أولى بـ20 شاحنة وبعدين تبدأ تتوالى المساعدات ودخول المساعدات بشكل مستمر. هذا تأكيد على النجاح المصري في هذا الأمر وقدرة مصر على إقناع أولا إبراز صورة المعاناة من للشعب الفلسطيني أمام العالم. اثنين، إبراز التعنت الإسرائيلي والإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والخرق التام لكل القوانين الدولية والإنسانية بالضبط. التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي. الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور كنت معنا عبر الهاتف، فشكرا جزيلا لك.